السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لاله فاطمه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنحضر معكم ان شاء الله الايس كريم او الكلاص او الكورني. يعني هذا الكورني هذا فمعروف كيتحضر بالماكينه ديالو الخاصه، ولكن اليوم ان شاء الله غنحضروا معكم في الطحانه ديال الكفته او الماكينه ديال الكفته اللي كطحنوا بها الكفته. صراحه بالنسبه لهذا الكلاص هذا فكيجي رائع جدا، كيجي لذيذ بزاف، وفي نفس اللحظه المكونات ديالو بساطين اقتصاديين، ومع هذه الحراره هذه فما غتحتاجوا تشريوه نهائيا. غتحضروه ان شاء الله في المنزل ديالكم، وفي نفس اللحظه عارفين راسكم شنو كتاكلوا نتوما وليداتكم. المهم دابا بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات فغنحتاجوا هنايا نص يطرو ديال الحليب، انا هنايا خديت القياس غير بالكاس ديال العنبه. احتاجيت هنا جوج ديال الكيسان وكاس الا ربع اللي هي نص يطرو. كذلك غنحتاجوا هنايا جوج اكياس ديال النكهه ديال الفاني، يمكن لكم تستبدلوه باي نكهه كتفضلوها، يعني الا بغيتوها كيديروا النكهه ديال الفريز اولا النكهه ديال الفرومبواز، المهم اللي بغيتو ديروه اولا الحامض هو كيجي صراحه زوين. كذلك غنحتاج هنايا السكر، بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق، ولكن انا صراحه غندير جوج معالق كبار ديال السكر كيجيوني هما هذوك في هذا الكلاص هذايا. غنضيف هنايا المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه، بنفس الملعقه غنضيفو كذلك الدقيق. غنضيف جوج ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال الدقيق، يعني الطحين العادي الخاص بالحلويات. حالة انكم هكا ما بغيتوش ديروا الدقيق يمكن لكم تستبدلوه بالنشا اللي هي المايزينا، غير هو الا درتو النشا ما ديروش جوج معالق، ديروا معلقه وحده عامره مزيان ديال النشا. لاحظتوا معايا هنا انا ضفت جوج معالق ديال الدقيق، ومباشره كندوز وكنحرك جميع العناصر. المهم هنا كنبقاو نحركو حتى كيختفوا دوك الحبيبات ديال الدقيق، واخا يبقاو باينين شي شويه ماشي مشكل، حنا غنصفيوه بواحد الكاسرونه عفوا. المهم غنصفيو لبنا الدقيق في القاع لاصق كنحركو باش كيهبط كامل، كيبقاو تكتلات اللي بساطين. هادو غنخليهم ما كنهبطهمش يعني بالملعقه، ومباشره غندوز وغنوضع الخليط ديالي فوق النار على نار اللي كتكون متوسطه. كنوضعو كنبقى نحرك، يعني ما كنتوقفش عن التحريك بتاتا حتى كيولي كي القوام ديالو ثقيل شي شويه، يعني ما كيتقالش بزاف غير شي شويه. شوفوا معايا هنا القوام ديال الخليط كيفاش ولا عاقد، يعني ثقيل، وبدا كيطلق لنا الفقاعات. هاد الوقيته هادي مباشره غنضيف له هنايا 100 غرام ديال الشوكولاط ابيض. المهم انايا عندي هنايا 14 قطعه، يعني 14 مربع. المهم هاد المساله هادي كنقولها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان كديروا 14 قطعه. المهم غنحرك بهذه الطريقه هادي حتى كيذوب لي هاد الشوكولاط. ضروري ما تستمروا في التحريك باش هكايا ما كيتكونوا لكم شكايا الحبيبات، كيجيكم الخليط ليس وكريمي. هكا كيكون الخليط ديالنا صباح جاهز. غنضيف له هنايا جوج ديال العلب ديال الياغورت، عندي هنايا كل علبه فيها 110 غرام. المهم كنضيفو داك الياغورت اللي كيكون القوام ديالو قاصح، يعني كيكون بحالو بحال رايب، يعني ماشي داك اللي كيكون جاري. هنايا من بعد ما ضفت جوج علب كنحاول كنحرك الخليط ديالي مزيان حتى كيختفى لنا داك الياغورت كامل، يعني ما كيبقاش باين. شوفوا معايا كيولي القوام ديالو خفيف واحد شويه ملي كنديروا له الياغورت، ما كيبقاش قاصح بحال اللي كان. فهاد الوقيته هذه فكنفرغوا في واحد الاناء، ومباشره ان شاء الله غندخلوه للمجمد، غنخليوه حتى كيتماسك. المهم واخا كيتماسك ما كيتماسكش بزاف، غنوريكم ان شاء الله كيفاش كيولي. المهم غنغطيه بواحد البلاستيك الغذائي من الفوق باش هكايا ما كتكونناش واحد الطبقه اولا واحد القشره. شوفوا معايا هنا القوام ديالو كيفاش كيولي، كيولي متماسك وفي نفس اللحظة بارد مزيان، يعني ماشي مقلاصي غير هو متماسك وشاد راسو وبارد مزيان. فتقريبا ضرب لي هكايا واحد ساعة وهو في المجمد. المهم هنا غنخلي هاد الكريمة هادي جانبا وندوز نحطرو الكريمة التانية. غنحتاجو فيها واحد العلبة ديال الكلاص. المهم أنايا خديت هذا يعني بالنكهة ديال الفاني، يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الكلاص غير هو ما تستعملوش الكريم شونتي، حيت صراحة ما كتجيش زوينة في الكلاص. بالنسبه لهاد العلبه هذه فكيكون فيها 120 غرام، غنضيفها كامله هنايا، وغنضيف لها كاس ديال الحليب بارد مثلج. شوفوا معايا يعني كثرت ما مثلج فيها كاين الحجيرات ديال الثلج، يعني ضروري ما يكون مقلاصي. المهم كاس ديال الحليب اللي هي 150 مليلتر، ومباشره كندوزو ونطربوا الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه ما ضفنا لا سكر لا والو حيت هي اصلا كتكون حلوه. شوفوا معايا القوام ديالك كيفاش كيولي، كتولي هكايا شاده راسها مزيان. كناخذ هكايا واحد الاناء واحد اخر وكنوضع فيه هاد الكريمه اللي طربت كامله،
وكذلك غنوضع فيه حتى هاد الكريمه اللي وجدت معكم في الاول، وكنرجع وكنطربهم مره اخرى، وكيكون هذا هو القوام ديالو من بعد ما طربته، كيولي هكايا شويه خفيف، ما كيبقاش متماسك بحال الاول. المهم فهاد الوقيته هادي كنحاولوا هكايا نساويوه، وغنغطيه بالبلاستيك الغذائي من الفوق، ومباشره ندخلو للمجمد، غنخليه حتى كيتكلاصا مزيان وكيتلج، غنخليه تقريبا هكايا واحد 6 سوايع ولا 7. اهم حاجه هو تقيسوه فيه تلقاوه قابس يعني مكلاصي. يمكنكم كذلك هكايا تحضروه في العشيه وتبيتوه في الثلاجه يعني يضرب ليله كامله، ماشي مشكل. وفي هاد الوقيته هادي فكنحتاج الماكينه ديال الكفته العاديه التقليديه اللي يعني ديال اليد ماشي ديال الضو. المهم هنايا لاحظتوا معايا هاد الاجزاء هادو، يعني السل اللي كيخرج الكفته وكذلك داك الراس اللي كيطحن الكفته، كنحيدوهم ما كنحتاجوهمش، وكندوزو نركبو الماكينه ديالنا. بالنسبه لهاد الماكينه هادي فمعروفه كيركب فيها البوست، كاينين صراحه الناس اللي كيخدموا بها الحلوى، اللي كيخدم بها الحلوى راه عارف كيتباع واحد البوست خاص بها كيركبوه في الفدياله وكيخدموا به. المهم ما علينا، انا غنستعمل نفس البوست اللي كيستعملوه في الحلويات، كيركب على هاد الماكينه هادي العاديه ديال اليد. هنايا من بعد ما جهزتها فمباشره ندخلها للمجمد، غنخليها تقريبا هكايا واحد 20 دقيقه باش هكايا كتلج وكتبرد، ماشي كتلج غير هو كتبرد، باش هكايا ملي كنخدموا فيها الكلاص ديالنا ما كتذوبوش. شوفوا معايا هنايا الكلاص ديالي من بعد ما تلج مزيان ودمج، فصراحه انا خليته تقريبا هكايا واحد 7 سوايع. مهم التكلاصه، اهم حاجه التكلاصه مزيان، الوقت ماشي مشكل، غير يبان لكم بانه كبس والتكلاصه دوزو تخدموا. لاحظتوا معايا كنحاول نعمر الماكينه ديالي بالكلاص، غير كتبان هكايا الماكينه عمرات، يعني ملي كندورو كيخرج الكلاص، ديك الساعات كنعمروه في الكورنيات بهذا الشكل هدايا. بالنسبه لهذا الكورني هذا فكيتباع، انا صراحه ما درتوش في المنزل، خديته غير جاهز. ولا ما بغيتوش كاع تستعملوا هاد القوالب ديال الكورني، يمكن لكم هكايا ديروا الكلاص ديالكم غير في الطويصات، صراحه كيجي زوين بزاف. وهالطريقه هذه ديال الماكينه ديال الكفته فهي عمليه جدا، كنصحكم تجربوا هالطريقه هذه لحقاش فعلا كتستحق التجربه. شوفوا معايا الكلاص كنزينوه هكايا بواحد شويه ديال الصوص ديال الشوكولاط. المهم هنايا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الكلاص، يعني كتخرجوا من الماكينه غير الكلاص اللي غتحتاجوه، يعني غير اللي غتناولوه داك الساعات، ولا بقات هكايا كميه اخرى كتحطوها حتى كتخدموها مره اخرى. هنايا شوفوا الثاني كيفاش كيجي، كيجي بحال هذاك اللي كيتباع تماما او لا افضل. بسم الله على بركه الله، غندوق معكم، بصراحة كيجي لذيذ بزاف، حسن من هذاك اللي كيتباع على ألف مرة. كنتمنى إن شاء الله تجربوا هنا الإعجاب ديالكم، وأنا أكيدة أكيدة إن شاء الله إلا جربتوه فغيعجبكم بزاف، لحقاش فعلا كيستحق التجربة. المهم دابا بقى لي إلا ندعكم، مع السلامة، نتلاقاو فيديو آخر.